يهدد أردوغان الجميع. واشنطن من قبل حين تباطأت بتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا، والآن موسكو هو جاهز للتكفل منفردا بتطهير منطقة الحدود السورية مما أسماهم الإرهابيين. سيفعل ذلك بعد انتهاء مهلة 150 ساعة إن لم تنفذ روسيا التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي. بحسب أردوغان، أمريكا سبق أن قدمت لبلاده ضمانات خطية حول خروج الإرهابيين من المنطقة الآمنة، ولكنهم لم يخرجوا ولن يسمح بتكرار ذلك مع روسيا. يستفيض أكثر بالحديث ويخاطب الدول الأوروبية للمرة الألف قائلاً: إن لم تساندوا خطتنا لإقامة منطقة آمنة في سوريا فسنفتح الطرق أمام اللاجئين للوصول إليكم. في أنقرة كان هناك حديث مشابه بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الألماني هايكو ماس. غير واقعي اقتراح المنطقة الآمنة الذي قدمته برلين لحلف شمال الأطلسي. أنقرة أيضا لن تتهاون مع انتهاكات حقوق الإنسان وستتحقق من أي مزاعم، يضيف جاويش أوغلو مشددا على أن بلاده ملتزمة بعودة اللاجئين لبلادهم. يردد ما قاله أردوغان بأن واشنطن لم تكن صادقة مع بلاده وحاورت إرهابيين من الميليشيات الكردية، وعليه كان لابد من إطلاق عملية نبع السلام. لا يريد أوغلو من نظيره الألماني شيئا سوى العمل بما يتوافق مع هذه العملية العسكرية ومع روح حلف شمال الأطلسي الذي ينطوي فيه الجميع.